عارف شاذلي، دايما احنا بنقعد نسمع كده عن اشاعات، بالذات الحاجات الموجوده اللي في الفضاء. يقول لك دايما اشاعه كده تبقى وكاله ناسا بتعلن انتهاء الارض في 2020. صحيح. كنا هنموت فعلا في 2020 و2021، وكل سنه في خبر جديد. فمن الاخبار اللي كمان كانت منتشره الفتره اللي فاتت، وهي حادث غريب شغل العالم خلال اليومين اللي فاتوا، وتصدر وكالات الانباء تحت عنوان صاروخ تائه بيصطدم بالقمر. ومع الخبر طبعا كالعاده وزي ما قلنا بانتشرت اشاعات كثيره جدا وتحذيرات اكتر، وتحولت مواقع التواصل بقى لساحه للنظريات. كل واحد بينظر، يعني زي ما قلنا لكم، العالم هينتهي ولا مش هينتهي ولا ايه؟ ايه حقيقه هذا الموضوع؟ ده اللي هنعرفه بالتفصيل من ضيفنا الدكتور جاد القاضي، رئيس معهد البحوث الفلكيه اللي منورنا دلوقتي على الهاتف. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا فندم على حضرتك، وان شاء الله يوم جميل وتبقى سنه جميله، وكل سنه طبعا حضراتكم طيبين. شعبان بدا ورمضان على الابواب. يعني احنا سمعنا، وحضرتك طيب طبعا في البدايه، سمعنا عن صاروخ النفايات اللي اصطدم في القمر، يعني عايزين نعرف قصه الصاروخ ده ايه، ولقب وليه لقب بالصاروخ التائه؟ اولا يعني الصاروخ التائه ده احنا عندنا يعني من القصص دي كتير جدا بشكل يعني متكرر، صواريخ بيتم فقدان السيطره عليها وتتوه او تسبح في الفضاء بعيد عن السيطره، اقمار صناعيه خرجت. واحنا كمصر عندنا تجربه احد الاقمار الصناعيه اللي فقد من حوالي 4 5 سنين، وما زال مجهول الهويه، مش حدش عارف مكان فين. نتيجه الحوادث دي بيبقى عندنا في سحابه من الحطام الفضائي وبقايا تلك المكونات، اللي هي حاجه من اثنين، يا اما تقرب من المجال الجاذبيه للارض، وبالحاله دي الجاذبيه بتاخده بيخترق الغلاف الجوي، يتفتت او يسقط على الارض، بيسبب مشاكل لو على منطقه سكانيه او خلاف. الصاروخ التائه اللي هو الاخير ده، خليني برضه افكر حضراتكم، السنه اللي فاتت كان عندنا صاروخ صيني اللي كان عامل حاله من الذعر والهلع عند ناس كتير، مواقع التواصل وكل وسائل الاعلام تناولته باستخفاف، باستهجان، بتعظيم وتضخيم الكارثه، لكن في النهايه الامور طبعا من حيث ابحاث الفلك والفضاء بتبقى محسوبه، وفي ارقام وفي يعني ناس مسؤولين بيطلعوا بيانات مسؤوله، لان طبعا يعني لو حاجه لا قدر الله كبيره ممكن تاثر على اماكن كثيره بمشاكل. الصاروخ اللي هو من ماركه فالكون اكس ده، واحد من اشهر ماركات الصواريخ اللي شركه سبيس اكس صنعتهم وما زالت بتصنع. بالمناسبه يعني كان من شهر بس عندهم حادثه وفقدوا 10 اقمار صناعيه سقطوا في المحيط الاطلنطي، ومحدش عمل هيصه ولا ضجه ولا حاجه. طب ليه الصاروخ ده عامل ضجه؟ يمكن على اساس ان هو يعني هيصطدم بسطح القمر، وطبعا يعني انا بطمن الناس كلها، هو طبعا المفروض ان حساباتنا بتقول ان الاصطدام ده تم امبارح الساعه 2:30 ظهرا بتوقيت القاهره، لكن حتى الان احنا ما جبناش بيانات، لان ما فيش اي مراصد ارضيه هتقدر ترصد الحادث الاصطدام ديت، لانها في الجانب المظلم من الارض في الجانب البعيد. عشان كده ناسا كانت يعني مطلعه مركبه فضائيه مخصوص عشان تتابع عمليه الاصطدام دي وتصورها. يعني طبعا حادثه فريده، عمليه الاصطدام في حد ذاتها ما فيش فيها مشكله، لكن ما سيخلفه الاصطدام اذا كانت تعمل حفره في سطح القمر هتدينا بيانات كثيره على دراسه سطح القمر من خلال الصور اللي هيتم التقاطها ليها، وخاصه ان في تكهنات او توقعات ان الحفره دي هيوصل عمقها من 10 ل 20 متر. يمكن ده اللي ده يعني نوع من الاهتمام للعلماء في الفلك او جيولوجيا، لكن تاثيره على الارض او مشاكل على الارض اطلاقا ما فيش اي نوع من التاثير، لا على الارض ولا على الغلاف الجوي للارض، ولا نتيجه الارتطام شظايا هترجع على الارض او حاجه، لان كل الحاجات دي بتبقى فتات، والمسافه ما بين الارض والقمر يعني كبيره جدا، متوسطه 350 يعني كيلو على متر. كل في كل الاحوال يا دكتور، زي ما حضرتك قلت ان دي مش اول حادثه حصل قبل كده كتير، في كل الاحوال بالضبط. لو تساقط حطام منه على الارض ده مش هيسبب اي ضرر؟ ده يعتمد، لو الحطام ده اولا الصاروخ فالكون اكس ده خلاص لا مفيش حاجه تيجي منه على الارض، ده خلاص انا بتكلم بشكل عام بما ان في تجارب بما ان في تجارب سابقه بشكل عام، لو سقط على الارض على منطقه مولاه بالسكان بيكون في تاثير طبعا المنطقه اللي سقط عليها، لان خلي بالك الحطام ده هي بتبقى اجزاء بسيطه صغيره يعني 10 سم اتفتتت كمان في الغلاف الجوي
بالظبط كده، ده نتيجه تفتتها من غلاف الجو، فاللي بيسقط بيكون صغير جدا. وعشان كده يعني العالم كله، المراصد الفلكيه وابحاث الفضاء، انشانا ما يسمى بمحطات رصد الحطام الفضائي. احنا عندنا في مصر المحطه الوحيده في الشرق الاوسط شغاله، ودي واحده من 70 محطه دوليه، شبكه فيها 70 محطه، لان مهم تكامل البيانات والارصاد، محطه في مصر، محطه في مكان ثاني، بتجمع البيانات، لان الحطام ده بيمر زي ما احنا بنشوف قمر صناعي ماشي حوالين الغلاف الجوي للارض، بيتم تتبع الحاجات دي من خلال بقى وحدات الحسابات المداريه، نقدر نحط توقع ان السرعه بتاعته بتزيد بتقل، المدار بيختلف، وبناء عليه من خلال الارصاد كمان بيتم تدقيق البيانات، نبقى عارفين الصاروخ ده او الحطام ده متوقع يسقط في المكان الفلاني، اذا كان بقى في اخلاء، في اي نوع من الاحتياطات السلطات المحليه بتقوم بيها. اوكي، طب هو حجم الصاروخ ده بيبقى قد ايه يا فندم؟ هو طبعا كل صاروخ يعني احجامه مختلفه على حسب مهامه، في صواريخ بتبقى مصممه انها لاطلاق اقمار صناعيه، زي ما قلنا لحضراتكم الحادثه اللي من شهر نفس الشركه سبيس اكس فقدوا فيها 10 اقمار صناعيه كانت في طريقها الاطلاق. الصاروخ ده حجمه بيختلف نسبيا عن لو هو صاروخ كبير زي صاروخ الصيني سي زد اللي فقد السيطره عليه العام الماضي، وده كان بيحمل عتاد لانشاء محطه فضائيه في الفضاء. فيعني بيانات كل صاروخ بتختلف من الثاني، لكن مش مهم حجم الصاروخ قد مهم مكوناته. وطبعا العالم كله عشان مشاكل فقدان السيطره على مثل تلك الصواريخ بدا فعلا، وتقدم العلوم طبعا في علوم المواد، بيتم تصنيع الحاجات دي من مواد سهل لو فقد السيطره عليه يحترق وما ياثرش على الارض ولا البشريه بشكل كده. لانه خلي بال حضرتك هو في مشكله ثانيه للحطام الفضائي اللي ممكن ياثر على الاقمار الصناعيه العامله في الفضاء، ودي خسائرها ملايين الدولارات. وايضا برامج رصد الاقمار الصناعيه والحطام الفضائي علشان حمايه برامج الفضاء اللي عامله عمليه بقى المناورات المانوفرنج، وان انت تعيد توجيه صاروخ او قمر صناعي في مداره ويحافظ على مداره فرصه اكبر، تحميه من الاصطدام باي من الاجسام دي، كل دي يعني جهود كبيره برامج الفضاء بتقوم فيها. طبعا تكلفه. كل شكر ليك يا فندم دكتور جاد القاضي رئيس معهد البحوث الفلكيه، شكرا جزيلا ليك يا فندم.